لأهلي مدينة نصر وزميلتنا سالة حامد، ونعيش الفرحة الأهلي هناك. برحب بك يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت لك يا كابتن ايمن، ان شاء الله نكون مع حضرتك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا من داخل فرع النادي الاهلي في مدينه نصر. طبعا هكون مع حضرتك وببارك لك وببارك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده بعد فوز النادي الاهلي على اوكلاند سيتي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. زي ما حضرتك شايف طبعا حواليا وورايا يعني الاجواء وفرحه اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع مدينه نصر. طبعا ببارك حضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك واقول لك مبروك. وشايف المباراه النهارده ازاي؟ بتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ اول حاجه مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب، اللي انا بتمنى له الشفاء العاجل. والظاهر كده ان كلمه السر ثلاثه، يعني كلمه السر شكلها كده ثلاثه، والاهلي خلاص عودنا على الانتصارات واحنا في قمه السعاده. انا من الماتش اللي فات صوته رايح، بس فدا الاهلي. وبصراحة أنا ببعت التهنئة للكابتن أسامة حسني والكابتن أيمن، وببعت تهنئة جامد أوي للشعب الأهلي الأصيل. وكفاية الكلام الجميل اللي قاله المعلق النهاردة، ده بيحكي على أقل حاجة في حق النادي الأهلي اللي بصراحة مظلوم هنا في مصر. وألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وللأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي بصراحة يعني وش انتصارات، وربنا يجيبه لنا بالسلامة والبعثة كلها ترجع بالسلامة. طبعا عايز ابارك لك النهارده، عايز ابارك لك النهارده على الفوز. وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ بقول لعيبه النادي الاهلي ان انتوا شرفتوا العرب كلكم. طبعا اولا بنشكر الجمهور المغربي الشقيق واثبتت ان احنا اشقاء عرب، كانوا بيشجعونا قدام الفرقه الثانيه. تحكيم ممتاز ما شاء الله، لعيبه الاهلي فايقه، الصفقات الجديده وضحت ان هي منسجمه كانها من سنين. طبعا بنشكر مجلس الاداره على الدعم الكامل، وتواجد الكابتن الخطيب معاهم هناك ده بيدي حافز، وحافز عالي جدا مش اي حد، لان النادي الاهلي ودي انتوا عارفين المره كام بيروح النادي الاهلي. المذيع النهارده ادانا معلومات ما كناش نتوقع ان هي موجوده عندهم. الوطن العربي كله فرحان بالنادي الاهلي، فرحان بمجلس الاداره، الجمهور المصري. مش هقول الاهلي بس، لان احنا دوله جوه دوله، لكن الجمهور المصري والجمهور الاهلاوي سعيد. ليله سعيده على مصر كلها، يا رب يكمل على خير وان شاء الله نوصل ريال مدريد. طبعا عايز ابارك لك النهارده. وشايف مين النهارده نجم اللقاء؟ نجم المباراه المفروض يعني كولر طبعا، واخد بالك، لان في تكتيك معين اتعمل في الماتش. الاهلي كان حلو، مش الفرقه الثانيه وحشه. الناس بتقول لك الفرقه، لا الاهلي كان كويس قوي طبعا، وهاني كان كويس، والمفروض يعني ان هم لعبوا بطريقه امتعتنا يعني عندنا شويه. ومبروك للكابتن محمود طبعا، وش حلو دايما على النادي الاهلي، وربنا يبارك كده في الجمهور الحلو ده ويبارك فيكم. طبعا مباراه اليوم كانت مباراه صعبه على النادي الاهلي، ولكن الحمد لله قدروا ان هم يتفوقوا في المباراه. المباراه اللي جايه اصعب طبعا مع الفرق اللي جايه وبطل الكونكاكاف. شايف المباراه اللي جايه ازاي، وازاي النادي الاهلي يعني ممكن مثلا النتيجه تكون كام بالنسبه للنادي الاهلي؟ بسم الله الحمد لله، الماتش ده لعبنا حلو قوي، وزي ما لو لعبنا الماتش الجاي زي الماتش ده واحسن ان شاء الله هنكسب، وهنقدر ناخد مركز حلو ان شاء الله. الماتش ده لعبنا ما شاء الله لعبه حلو قوي، والتيكي تاكا كان شغاله، الاجوان كلها احلى من كل جون، احلى من الجون اللي قبله الحمد لله. الماتش الاول الشوط الاول سوري ما كانش متوفقين قوي، بس الجون قبل ما الشوط يخلص كان حلو، وبعد كده الاجوان كانت حلوه وكلهم لعبوا رجاله الحمد لله، وكلهم رجاله ان شاء الله الماتش الجاي احسن ان شاء الله. طبعا انا لو قلت لك قول لي نجم لقاء، بس يعني نجم واحد من اللقاء صعب، بس قول لي نجم واحد. شايف مين مثلا نجم الماتش النهارده؟ يعني مثلا هو كلهم الحمد لله لعبوا رجاله، بس احسن واحد كان ممكن يبقى محمد هاني، يعني ده احسن واحد الحمد لله لعب ماتش حلو قوي. يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف يعني فرحه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي مدينه نصر. بشكرك جدا يا كابتن ايمن، وعوده مره اخرى للاستوديو.